هذا الأخ عبد العزيز العتيبي من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أعطيت قريب لي بعض المواد الغذائية، ثم بعد مدة طلب مني أن أخذها، فهل أخذي لها يعد من العودة في الهبة؟ وهل لي الحق أن أتصرف بها لنفسي؟ لا تأخذها ما دام دفعتها له على أنها هبة وقبضها، أي صارت ملكه، وإذا كان لا رغبة له فيها يعطيها لغيره من المحتاجين، أما أنت فإنك لا تأخذها. نعم.